مرحبا بكم مشاهدينا في يوميات المونديال. اجي نعرفوا شكون هو انس الزروري. انس الزروري اللي استدعاه الناخب الوطني وليد الركراكي لالتحق بصفوف المنتخب المغربي لتعويض اللاعب امين حارث بعد اصابه هذا الاخير في المباراه اللي جمعت يوم الاحد 13 نوفمبر 2022 بملعب لويس الثاني بين فريق اولمبيك مارسيليا وموناكو لحساب الجوله 15 من البطوله الفرنسيه في درجتها الاولى. هو لاعب كرة قدم محترف مغربي بلجيكي الجنسية، أتم مؤخرا 22 سنة، فهو من مواليد مدينة ميشلين البلجيكية بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2000 للميلاد. يلعب في مركز خط الوسط كصانع ألعاب مهاري جناح أيسر بصفوف بيرلي الإنجليزي، معارا من ناديه الأم غويال تشارل لوغوا البلجيكي الناشط في الدوري الممتاز بصفقة 4 مليون يورو. وكان لشارل لوغوا منذ مطلع فبراير 2021 والذي أعاره لاحقا لنادي لوميل يونايتد فقط لنهاية سنة 2021، علما أنه مثل المنتخب البلجيكي بفئات الأشبال والشباب. وكيلعب الزروري 22 عام حاليا في بيرلي الإنجليزي، وقد خاض 12 مباراة هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى مسجلا 3 أهداف. ومثل الزروري منتخب بلجيكا لتحت 17 سنة و 18-21 سنة، لكنه ما لعبش أي مباراة لمنتخب بلجيكا الأول. نتمنى حظ موفق للوافد الجديد على المنتخب المغربي. نهاية الخبر، إلى اللقاء.